ما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء للميت بعد دفن؟ ما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء للميت بعد دفنه وكذلك التوجه للقبلة؟ كلاهما مشروع، إنه يرفع يديه ويتوجه إلى القبلة الدعاء للميت بعد دفنه، قوله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والأصل في الدعاء رفع اليدين، إلا المواضع التي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا فيها ولم يرفع يديه، مثل الدعاء في التشهد الأخير، الدعاء في الركوع والسجود، هذا ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم. الدعاء بعد الفريضة، الدعاء بعد الفريضة لا يرفع يديه، لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع اليدين بعد الفريضة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو القول الفصل في التوسل بدعاء الأموات؟ كذلك الدعاء في خطبة الجمعة ما يرفع يديه، بدعة. أما الدعاء في أما الاستسقاء، رفع اليدين في الاستسقاء يرفع يديه، سواء في صلاة الاستسقاء أو إذا دعا في خطبة الجمعة يرفع يديه. أما إذا دعا بغير الاستسقاء في خطبة الجمعة فلا يرفع يديه. نعم.